تتواصل الاشواط وتتواصل الاثاره والانطلاقات المثيره. شوط القعدان يستعد للانطلاقه، والكلمه والميكروفون للزميل مطلق بن علي العنزي. شكرا محمد بن مريك المري. ايها الاخوه المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، احييكم بدوري في هذا اليوم الأحد الموافق للثلاثين من يناير 2022 ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. تابعنا حفاوة في شوطنا الماضي تحقق وتنتزع وتهدي شعار الصارم محمد بن بخيت بن برقان الفوز والانتصار في أول الأشواط الصباحية. تهنئة يا أبو بخيت على هذا الفوز، وتهنئة نزفها للأخ عبد الهادي بن بخيت بن برقان على هذا الفوز المستحق في هذا الصباح الجميل. على بركة الله متابعينا مشاهدينا الكرام، انطلق قبل لحظات شوطنا الأول الرئيسي الخاص بالقعدان، شوط لا يقل عن الشوط الماضي شوط حفاوة. هذا هو الشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان، وعلى بركة الله ننطلق مع هذه الأسماء العملاقة وهذه الشعارات المشاركة التي حضرت من دول مجلس التعاون الخليجي مشاركين وحاضرين ومتابعين هنا مع هذه الأصايل ومع هذه السبك في هذا المهرجان الغالي. أبدأ مع المركز الأول مع صدارة ومقدمة الشوط، هذا هو الصايب على المركز الأول للسيد فرج بن حمد بن علي آل بريس المري على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط. بالمركز الثاني هنا فرار على المركز الثاني عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري على المركز الثاني. المركز الثالث هناك درب على المركز الثالث راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري. المركز الرابع من العمق يتدخل وينطلق بالمركز الرابع مبلش سلطان بن سالم بن رباح الحربي القادم من المملكة العربية السعودية. المركز الخامس هنا الشيب سعيد بن محمد بن حمد بن طفلة المري على المركز الخامس. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام لهذه الأسماء العملاقة وهذه الشعارات الكبيرة الحاضرة المنطلقة المندفعة مع هذا الصباح ثاني أيام هذا المهرجان. أعود إلى المركز الأول إلى شعار بن عمارة. على المركز الأول وعلى صدارة ومقدمة الشوط في الصدارة ينطلق كرار على المركز الأول هنا عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري. شعار بن عمارة يسيطر على المركز الأول في هذا الشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان. المركز الثاني هنا شعار قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة، و هنا سعيد بن حمد بن مطر المنصوري مع وقاد على المركز الثاني. المركز الثالث الشيب سعيد بن محمد بن حمد بن طفلة المري على المركز الثالث. المركز الرابع شعار بالعرج على المركز الثالث الرابع مع درب راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري. المركز الخامس اختم مع الأدهم للسيد سعيد بن علي بن سعيد آل بريس المري شعار بالراية على المركز الخامس. هذه النتيجة
لهذه الأسماء ولهذه الشعارات الكبيرة العملاقة. بدأ الصراع، بدأ الإقلاع مع هذه السبك، مع هذه الأساطير، مع هذه الأصايل. بدأ بن عمارة في هذا الانطلاق مع هذه الماركة المميزة، ماركة كرار على المركز الأول. الاسم اسم كرار والماركة معروفة يا بن عمارة، معروفة هذه الماركة الغنية عن التعريف، ماركة كرار بالمركز الأول بالصدارة يقود الأسماء، ينطلق. المنصوري خطير، المنصوري خطير بالعرج، أخطر أخطر بالعرج. المركز الرابع، عطوني المركز الرابع، الخطير الخطير قادم، شعار بالرشدان على المركز الرابع. ديروا مالكم من هذا الاسم القادم بكل قوة، شعار بعبيد على المركز الرابع. ولكن كرار كرار بالعرج قادم، روح الى الناموس، حرك الحديد الان، انطلق الى الناموس. يا من تريد الفوز، يا من تريد الانتصار، بن عمارة بن عمارة ماركة مميزة تعرف طريق الناموس، ماركة كرار ماركة مميزة 100%. هذا هو كرار 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 بن عمارة. تهانينا والناموس على فوز كرار بالمركز الاول، عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري. تهانينا والناموس. المركز الثاني، على المركز الثاني درب لراشد بن سعيد بن صالح على الجربوعي المري. المركز الثالث، المركز الثالث وصل ادخان لسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان. المركز الرابع، المركز الرابع شعار المنصوري، وهذا هو وقاد لسعيد بن حمد بن مطر المنصوري. المركز الخامس، المركز الخامس شعار بالراية، وهذا هو الأدهم لسعيد بن علي بالراية المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، تهنئة نزفها على الهواء مباشرة لمالك كرار الفائز والمحقق والمنتزع لناموس هذا الشوط الرئيسي الأول. تهانينا والناموس يا بن عمارة على هذا الفوز، تهانينا والناموس على فوز كرار بأول الأشواط الرئيسية بشعار بن عمارة. 6 دقائق 7 ثواني 32 جزء من الثانية. تهنئة خاصة لحمد بن عمارة على فوز كرار بالمركز الأول. المركز الثاني درب للسيد راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري. تهانينا يا بالعرج على هذا الفوز. 6 دقائق 7 ثواني و58 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث ادخال لسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان. تهنئة يا ابو عبيد. 6 دقائق 8 ثواني و4 أجزاء من الثانية. هذا هو توقيت صاحب المركز الثالث. إذن تهانينا والناموس، تهنئة لمالك كرار الفائز.